نوه رئيس المرصد الجزائري للمجتمع المدني نور الدين بن براهم بمساهمات الشباب الأفارقة في اقتصادات الدول القارة من خلال المؤسسات الناشئة. بن براهم أبرز التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية على مختلف الأصعدة، وذلك خلال إشرافه على افتتاح منتدى المجتمع المدني إفريقيا في حركة من أجل التنمية تحت شعار تحديات مشتركة، ابتكارات محلية، حلول متضامنة. هذه التحديات التي لديها في أولوياتها الجانب المتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والمبني أيضا على السلم والأمن في إفريقيا، والمرتبط أيضا بالبيئة الإفريقية اللي فيها تحديات مشتركة واللي فيها أيضا قضايا تهم السكان وعلى وجه الخصوص الشباب لأعدادهم كبيرة والنساء، واللي أيضا تبحث من خلال هذا الواقع على الحلول المشتركة لهذه التحديات العديدة. ولعلي ما كنت أستمع به الآن وأثلج صدري وفرحت كثير ونسمع الشباب يتحدثوا على المبادرات مع الآليات اللي هي موجودة اليوم في الجزائر، واللي حتكون أيضا نقاط مشتركة مع أشقائنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا في إفريقيا.